بشكل جدا مفاجئ انصدم الجمهور من عودة حساب أنس الشايب على انستغرام، واللي كان حسابه الأول اللي تهكر قبل فترة طويلة واللي بيضم ما يقارب 2 مليون متابع، ولكن ولحد الآن لم يشارك أنس أي ستوري أو صورة على هذا الحساب، ولم يوضح أي شيء بخصوص عودة هذا الحساب لإله. أعلن فريق نورمار وبشكل رسمي عن خروج عضوة الفريق اللي انضمت مؤخرا جيهان من الفريق، وأكد محمد مار أنها طردت من الفريق لمخالفتها للشروط وقوانين الفريق. وفي آخر تصريحات لجيهان صرحت أنها خرجت من الفريق بإرادتها ولم تطرد، وما في أي مشاكل بينها وبين أعضاء الفريق. فشو رأيكم باللي صار بينهم؟ مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بالنسبة للتأكد اللي عم تجي مشان البنت الجديدة بالفريق، يا جماعة نحن بالنسبة للبنت الجديدة بالفريق هي دخلت معنا وصورنا كم فيديو وكسرت كم قاعدة، فنحن بكل بساطة طلعناها من الفريق وهي راح تحاسب لها. طلعتي من الفريق بس يعني ما في مشكلة بيناتنا ولا في شيء، بالعكس بتمنى لك كل الخير يعني. أحمد الشايب احتفل امبارح مع أصدقائه بمناسبة تخطيه لحاجز 1 مليون متابع على انستغرام. أمامه فلوغز فحاز على أول جائزة لإله كصانع محتوى، فلقب بأول أفضل صانع محتوى بدبي، فشارك هالصورة بعد تلقيها الجائزة وشكر المتابعين على دعمهم له. امبارحة كان في إيفنت كبير بدبي لماركة مكياج عالمية، وحضر في هذا الإيفنت عدد كبير من اليوتيوبرز والإنفلونسرز، من بينهم سارة ملاس، يارا، هديل مرعي، بنين ستارز وغيرهم أكثر. وأكثر ثنائي عمل ضجة بحضورهم كانوا نور ستارز ونارين بيوتي، حيث حضروا بنفس الحفلة، فرافق موفلوغز نارين بالحفلة، فكان الجمهور عم يترقب لقاء نور ونارين خلال هالحفلة وتمنوا أنهم يحلوا المشكلة اللي بينهم، ولكن وللأسف ما شفناهم مع بعض خلال هذه الحفلة.